يسعد لي صباحكم زملائي بالاستوديو، وصباح الخير عليكم مشاهدي قناة زاغروس الفضائية. اليوم راح يكون موضوعنا حول الوقت وأهميته، وكيف يجب على كل شخص أن يرتب وينظم وقته بالشكل الصحيح. راح نروح ونسأل الناس ونسألهم عن أهمية الوقت عندهم وعن كيفية تنظيمهم للوقت، فخليكم ويانا. والله حبيبي أنا كطالب يعني وأشتغل ما أقدر أقول لك خطة يعني معينة. هو شوف شو يعني بوقت الامتحانات ترتبها حسب الامتحانات، وبوقت عندك بس شغل تخلي لك ريست، تخلي لك وقت شغل وهيك يعني ماشي، تنام لك معدل 6 ساعات بالزايد باليوم وانتهى الموضوع. زين، يعني فترة الامتحانات يختلف تنظيمك للوقت عن الأيام اللي ما بيها امتحان؟ إيه طبعاً بالضبط أكيد. يعني تقلل وقت الراحة تسوي الدراسة أكثر شيء. ايوه بالضبط، يعني ممكن شغلك هم لازم تحافظ عليه، ما تقدر يعني تقصر بشغلك على مود الامتحانات، يعني لازم توافق بيناتهم، اهم شيء يكون موافقه بالموضوع، يعني لازم توافق الوقت بين الامتحانات بين شغل بين راحه بين نوم، هم يعني ما يصير انام هوايه، كل هاي الاوقات لازم تحسبها يعني تكون انت مقادير عندك. زين، هو تنظيم الوقت يفيدك انه من ترسم طموحك وهدفك نظم وقتك على اساس توصل لهذا الهدف، فانت شنو اللي راسمه ببالك ومنظمه حتى توصل له؟ يعني هو حكيك صحيح يعني نظم وقتك، بس هو اهم شيء الخطه، يعني الوقت مو اهم شيء، انه وقت العمل ايش قد محدد لنفسك على ما توصل لهدفك، بعدها حسب الخطه اللي تنسويها. اقعد الصبح الساعه 9 اطلع للشغل، ارجع الساعه 12 اروح التمرين اتمرن، اخلص الساعة 3 ارجع البيت اسبح، تعرف هاي الامور، ورا ما اخلص ارجع اطلع للشغل، ارجع بالليل نطلع حسب انا وجماعتي وين نحب نطلع او كذا او هيك امور، يجي الليل انظم وجباتي مال ثاني يوم، اكل صير الساعة 12 الوحدة انام كالعادة نفس يعني. هذا انت مستمر عليه لو تزاغل بي هذا التنظيم؟ لا يعني شلون اقول لك، اكو يوم خاص اقدر افتح بيه اكل كل شيء، بس احنا الماشي عليه هذا ترتيب يومي، يعني انا مرتبه تقريبا صار 7 سنوات من دخلت للقاعة. والله يعني شو اقول لك، احنا وقتنا كله شغل بشغل، شغلي يعني يبدي الساعة 7 الصبح، ارجع البيت 8 بالليل. الله يساعدك طبعا. اي والله اكلتنا على فشغلي، قلت لك من 7 ل 8، ورا 8 اطلع ويا جماعتي، ما اتاخر حد 10، ارجع البيت انام، اهم اقعد على نفس الشغل نفس الروتين يومي. زين، بايام العطلة اكيد الزاغل وتسخت له كله نفس النظام. حكيت على ايام العطلة، ايام العطلة عندي بس بالجمعة، ايام الجمعة تطلع لي شغلة بالبيت، شغلة بين مكان خطار. صح. اي فعلى هاي يختلف نظامك، بس يوم الجمعة اللي هو يوم العطلة، باقي الايام اي بس يوم الجمعة والباقي ايام نفس الروتين. يوم الجمعة يعني مو كله شغل، بهاي نوبات ابقى نايم ابقى قاعد، نطلع نطب وها هي. هسه حاليا انا اداوم في وزارة الداخلية، وقتي من الساعة 8 إلى الساعة 3 ظهرا، بعدها أرجع البيت جلوس مع عائلتي، أكيد أنطفت فكرة جميلة أو وصل فكرة جميلة لعائلتي أنه اليوم خلي نسوي هيك، خلي نسوي كذا أمور، خلي أشياء تفيدنا بالحياة، ما أنا سوي فد أشياء طائشة حتى تضر الناس وتضر مستقبلي، مو شرط أنه أنا اليوم جزء أطلع بالخارج أسوي فد شيء غير إرادي، جزء اني فشلت هواي ناس عندهم فكره مستعدين انه يطرحوها بالشارع. الافكار تكون بالشارع او الساعات، انه انا اليوم طلعت ساعتين اريد اطلع برا ادخل للمول، انا دخلت للمول شو بدي اسوي؟ اجي اتونس، شلون ونس تصير؟ انه انا اتحارش او اسوي هاي؟ لا طبعا، اني ادخل المول بكرامتي بشخصيتي، اجلس في مكان خاص مع اصدقائي، اتناول الغداء او العشاء، وبعدها الأرجيلة، وبعدها أمارس حياتي الطبيعية. أنا يعني بداية أقعد الصبح الساعة 7 تقريبا للشغل، أروح أرجع بالثنتين أرتاح ظهريات، تعرف الشمس وحارة زين، وبراها العصريات واحد يطلع يتمشى يشوف أصدقائي يشوف هاي زين، إي فمنظم وقتي على هذا الشيء، هالبرنامج
هم عندك هدف تريد توصل من خلال تنظيم الوقت، يعني تتنظم وقتك حتى توصل لفد هدف معين؟ والله احنا تعرف يعني العراق يعني قليل اللي بيمحددين هذا الوقت زين، لان دائما يعني اذا انت كنت تشتغل مثلا في شغل كهربائي، كهرباء ماكو زين، تشتغل مثلا ببناء وهاي عائق هناك يعني ماكو مواد او غيرها، فهي تاخر شغلك، فما تقدر انه تنظم وقتك بهذا الشيء زين. احنا العراقيين مظلومين، تنظيم الوقت مظلومين، مستحيل مستحيل يقول لك عراق انه انا منظم حياتي وهيك وامشي عليها بالملين. عندنا شغلات مفاجئه طبعا طبعا، كل شيء واشياء فرعيه تطلع لنا، حظر تجوال، مرض كورونا، غيره، هو هذا الشيء. شوف اول شيء قد الصبح تغسل وجهك تكمل هاي كذا يومي قد الساعه 10 تعرف واحد يسبح وهاي شاب تسبح تسبري ترش امشي هذا امشي هذا سوارش عندنا غيره اي والله كنت ترتب روحك تجي للمول يعني تقول اوصل هنا انت موظف هنا موظف اوصل هنا للمول الساعه بالوحده ونص تعرف الازدحامات تاخذك نص ساعه من المدينه للمول للزيونه بنص ساعه بالحرك صمت 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 جدا وتعودنا بعد وراح يصير هناك بالاخير حبيبي تعرف طب ادى الساعه 1:30 اضل اشتغل تعرف واحد يعني نص ساعه بنص ساعه استراحه عندك اكلك اكل يعني يبدا الساعه ب 12 1:30 غدا يوجب وحده اكل يعني تكمل غداك تصعد فوق ضل تشتغل ضل اشتغل من 2 لحد قول 10 هذني لين وقت يعني اوقات مثلا اول شيء عندك ال 7:30 بالتسعة يعني قول خلصت شغلك بالعشرة ورا العشرة شو تسوي؟ ها يجيني اخوي يخابرني يجيني اخوي يخابرني الساعة بالعشرة وربع حياتي نرجع للبيت عندك ويد ابو القص نطبق لكن نلف فتين نلف كمل عافيات نوصل للاسواق بيبسي نخلص شغلنا ارجع للبيت تعرف واحد نرجع لازم ينزع تكرم البوتين يعني تعرف الريحه تقتل يعني زين انت هذا جدولك يوميه لو بايام العطل يختلف لا هذا يوميه الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك لذلك الالتزام بتنظيم الوقت هو الحجر الاساس لتطور وتقدم الشعوب لان من خلال الالتزام بالوقت وتنظيمه راح تؤدي كل واجباتك بوقتها المحدد وراح تبتعد عن التسويف وراح تبتعد عن تأجيل عمل اليوم إلى الغد. مغيث خالد لبرنامج نسمات زاغروس زملائي بالاستوديو لكم الجو.